مرحبا بكم متابعي قناة صوت العدالة أينما كنتم في هذا البث المباشر من هنا من مدينة مكناس وبالضبط من ويسلان. ساعات قليلة كتفصلنا على عيد الأضحى المبارك. من طبيعة الحال هذه المناسبة العظيمة كيسبقها مجموعة من التحضيرات الأسر المغربية، سواء يعني تقضية أو مهم مجموعة من الطقوس عادات اللي كتسبق هذه المناسبة العظيمة. واحد احدى الطقوس اللي غادي نتعرفوا عليها مع مول الكرافطه على المباشر. خويا المرضى الله يكفر بك. الله يحفظك. مرحبا بك اخويا. الله يحفظك. بغيتك عافاك تحكي لي على هاد المهنه هادي. هاد المهنه خويا حنا ورثناها من عند جدي. هاد المهنه موروثه، ماشي غير جاي يوم سطحين فيها ولا غير مورود. ابن عن جد. ابن عن جد معروفين الحمد لله. دابا ويسلان تقول لهم الحداد معروف. الحداد مول الكرافطه. ما كاينش اللي ما تيعرفناش ويسلان. علاش كبرنا حنا مع هذا الشيء هذا، كبرنا في الحداد، كبرنا مع هذا الرحى، كبرنا مع الحديد، كبرنا مع كل شيء. شحال تقريبا انت في هذه الحرفه هذه؟ تنقول لك اخويا عندي 12 عام، انا راه الوالد راه كان فيها. هاد 9 سنين تمشي لعندو، 6 سنين تمشي لعندو، ولكن انا دخلت لها على 12 عام دخلت لها. مني كانت في عمرك 12 عام؟ 12. ودابا شحال في عمرك؟ دابا 32 سنة. 32. يعني راه عمر تبارك الله. ايوا ضروري. هاك بصح حلال العربيات. وكاين اقبال من طرف الساكنة؟ ضروري. دابا كلشي راه معروفين مع كلشي. اي واحد تيجي كل عام تيقول لي انا راه الصوفيا اللي مضيتي لي العام اللي فات راه مزيانه، هذاك الشيء باش جيت عندك هذا العام هذا. واحد هي دابا واحد السيد مشى مصاح لشي واحد وتح وما عجباتوش الصوفيا، وجا قال لي وليدي شوف لي هذا، وعاود طلب الصوفيا وصيفطته في حالته. شطر هو هذاك فرحان. من الجدود هذا شي واحد بان خويا. هذا راه خدم معايا دابا. هذا ميا ما صفاف ولا هو فهمتينا هو يعني حرفه قديمه. حرفه ديالو قديمه حرفتو هذا، ماشي شي واحد عاد بدا ولا دابو صمايعي وحلايفي وكلشي. وهاد الحرفه هادي راه من طبيعه الحال وهاد المناسبه ما كتدوش الا ولا هاد الحرفه هادي. ضروري. ايه هاد الحرفه هادي هو شو هي هاد الحرف ديالو هاد فهمتي. مول الكرافطه قبل ما نديرو هذا اللايف هذا قلتي لي وفي الكواليس بانه واحد السيد جا عندك قبل ما يجي عندك مشى لعند واحد اخر. مشى مصدع عند واحد السيد الجنوي وما مضالوش مزيان. ولا رجع عندك. ولا رجع صافي مديتها له وقلت له يسير في حالك. يعني دابا المره الاولى كي غيوقع لذاك السيد ما قلتلكش هذا. المره الاولى جا لعندي قلت له 10 دراهم ما عجبوش الحال، جاتو غاليه. والمثل الشعبي كيقول لك عند رخصو تخلي رخصو. تفهم. جاتو غاليه مشى مطلع عند شي واحد وما عجباتوش التمضيه وجا. فاش جا وليت مديتها له فابور انا. مديتها له قلت له سير بحالك اشتري. ومشى بحالو فرحان. نيشان دابا انت معروف هنايا في العمارات مول الكرافطه. ساكنة لوزين كاملة. ساكنة ويسلان كلها ماشي غير. لوزين كاملة كتعرف. جوكر. هذا هو الجوكر. هذا هو الجوكر في ويسلان. الحمد لله اخويا. انا تنخدمو. هذا ولد امي ناريكا هذا. انا تنخدمو بنيتنا مع اي واحد. فهمتي؟ كي تنعرفوه كي ما تنعرفوش. ومرضي الوالدين ما كيخيبوش والله. انت فهمتي. وكنصيفطو اي واحد فرحان. هذاك الشيء اللي كاين. وخويا كنباركوا لكم العواشر وعيد مبارك سعيد. الله يكبر بك اخويا. قطع الله يدير الخير. الله يبارك فيك خويا. نمشيو عند مول الفاخر بعدا. سير اخويا الله يكبر بك. اذا متابعينا الكرام واحد مادة أخرى ديال الفاخر. حنا جينا عند مول الفاخر عاوتاني. تفضل خويا. مرحبا بك العسل الطيب. هاني اخويا. خويا في هذا الموسم ديال العيد الكبير من طبيعه الحال مجموعه من الشباب كيبقاو يبيعوا الفخر مجموعه من الناس داروا الفخر كل عام الخوات. خلاص مول العيد ان شاء الله ديسير وكذا وهذا في ويسلان ساكنه في ويسلان. مرحبا بكم كاملين. ديما الفخر اخويا كل عام حنا تنخدموا. كيفاش داير الاجواء ديال العيد هذا العام؟ واحد العام هذا الاجواء ديال العيد هي هذيك. واحد العام هذا راه عباد الله الناس متكسحه مساكن وكذا. صحاب زايد. طرف الناس اللي كانت تشد 9 كيلو 7 كيلو تشد 2 كيلو. الناس
الناس اللي كانت تشد 10 كيلو ولا تشد 5 كيلو، وهذا الشيء هذا هو اللي كاين اخويا. الله يدير شي تولد الخير. بغينا بالناس المسؤولين وهادو اللي شادين هاد البلاد يحاولوا على هاد الناس ديالهم ويتساووا شويه مع هاد الناس اللي ما عندهمش ما بحالهمش، يعني شي هما ما حاسينش بهم كاع. يعني كاين الغلا اخويا هاد العام؟ هاد العام كاين الغلا اخويا في كل شيء. حتى الموس ديال حاد دا كان تيدير غير بجوج دراهم، هاد العام 4 دراهم. كل شيء زادوا فيه؟ كل شيء زادوا فيه، الشوايات والجامر كل شيء زايدين فيه، العطريه كل شيء زادوا فيه بزاف. راه بغاو يقتلوا الفقراء هاد الناس، هادو بغاو يمحيو الفقراء ولا ما عرفتش شنو بغاو يديروا. تنطلبوا من جلالة الملك محمد السادس الله ينصرو ويخليه لنا، يشوف مع هاد الناس المسؤولين ويهضر معاهم، ديروا معنا شي شاول وشي حلف. مرحبا خويا. اذا كما كتابعوا متابعينا الكرام، كانت هذه هي الاجواء من هنا من العمارات. كما كتابعوا اجواء العيد بعيدة ساعات قليله على عيد الاضحى المبارك. ما بقى لي ما نقول متابعينا الكرام، الى هنا ننهي هذا البث في انتظار بث اخر ان شاء الله. الى اللقاء.